وللمزيد من النقاش والتحليل حول استمرار الأزمة السياسية والتي تلقي بظلالها على الحياة الاقتصادية والمعيشية في لبنان، ينضم إلينا عبر زوم من طرابلس الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد علي شندب. مرحبا بك معنا. مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله سيد علي. يعني إذا نظرنا إلى توصيات المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان فإنه يتوجب الإسراع بتشكيل الحكومة، لكن المشكلة أن هذه الأصوات لا تلقى آذانا صاغية في لبنان. نعم سيدي، بدون شك يعني يحاول المجتمع الدولي التمظهر بمظهر الاهتمام بالواقع الذي يعيشه لبنان، وبالتالي ولكن هذا الواقع ليس غريبا على المجتمع الدولي. المجتمع الدولي ومنذ زمن ليس قريب، هو يتابع الوضع في لبنان والمنطقة ويعلم مآلات الأمور ولم يتصرف. هو سمح لهذه النخبة السياسية أن تنمو بالشكل الذي نمت فيه، خصوصا لجهة مد يدها على المال العام من خلال العمليات السلب والمقوننة والمشرعنة عبر القوانين. هي الغرب يعلم هذا تماما، والآن يحاول هذا الغرب والمجتمع الدولي أن يرتدي لرداء الحريص على الشعب اللبناني وعلى معاناة الشعب اللبناني. الطبقة اللبنانية السياسية، منظومة الأمونيوم هي والفساد، منظومة متكلسة. نعم. لا يهمها وسط الحريق الذي يعيشه لبنان. وبالمناسبة في الأيام الحالية اليومين الماضيين يعني احترق قلب لبنان الأخضر في محافظة عكار بشمال لبنان، وهناك كلام كثير عن الفوضى والانفلات. نعم. الأمني. نعم. الآن في هذه اللحظات هناك عملية ثأر حصلت لمسؤول سرايا المقاومة في حزب الله في منطقة خلدة جنوب بيروت، والوضع الأمني متوتر وهناك أطلاق رصاص. بمعنى آخر بأن يعني وكأن هناك من يريد أن يدفع بالشارع وسط تمام. نظر المجتمع سيد الدولي. علي، دعنا نبقى في نقطة أوروبا والغرب، يعني حتى ننتقل إلى النقاط الأخرى. إقرار الاتحاد الأوروبي إطارا لعقوبات على مسؤولين لبنانيين يعرقلون، قال أنهم يعرقلون تشكيل الحكومة، هل يمكن أن يسرع في حل هذه الأزمة السياسية؟ سيدي، في الحقيقة الاتحاد الأوروبي وقبله فرنسا وجهد الاتحاد الأوروبي المنصب حاليا هو تقف خلفه بالدرجة الأولى. فرنسا التي تشعر بأن نفوذها في المنطقة، في منطقة المتوسط، في المنطقة العربية، بأن هذا النفوذ أخذ في الإضمحلال لصالح قوى إقليمية أخرى صاعدة مثل تركيا، مثل إيران، وبالتالي تحاول، لأن لبنان هو بنظر فرنسا التي يراها بعض اللبنانيين بمثابة الأم الحنون، تحاول فرنسا الحفاظ بكل ما أوتيت من قوة على هذه الواحة الفرنكوفونية. لكن عقوبات الاتحاد الأوروبي يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا. صحيح أنه أقر، اتفقوا بعد جهد كبير على إقرار إطار قانوني لفرض عقوبات، لكن هذه العقوبات لن تبدأ للتو. نعم. وهي هذه العقوبات يعني أشبه بالتحذير، يعني أو يعني هدف العقوبات هو حث الطبقة السياسية على تشكيل حكومة، هذا هو الهدف وليس معاقبتهم لأنهم وهذا فاسدين. يدفعني للسؤال. بالضبط بالضبط تماما أستاذ علي، ليس معاقب وليس إصلاحا حقيقيا وجوهريا لطبيعة الأزمة، لكن هذا يدفعني لسؤال آخر. هل الإشكالية فقط في تشكيل الحكومة؟ يعني إذا شكلت حكومة قادمة تحل المشاكل أو تبدأ الحكومة بحل المشاكل؟ سيدي، أنا أعتقد بأن المسألة تتجاوز مسألة الحكومة، وأيضا لأن المقاربات الخارجية للواقع اللبناني هي مقاربات انتهازية ومصلحية. الغرب يريد تأمين نفوذه كما أسلفت منذ قليل في هذه المنطقة الحيوية، هو يشعر وكأن البساط يسحب من تحت أقدامه. لهذا نراهم، مسألة تشكيل الحكومة هي مسألة عمق الأزمة اللبنانية أكبر من أي حكومة قد. لكن هذا لا يعني أن يبقى البلد بدون حكومة، لكن هذه الحكومة هي
حكومة مصادرة وفي لحظة استعصاء وانسداد سياسي كامل. نعم. إيران تمسك بورقة الحكومة وتقرر في توقيتها المناسب متى تفرج عن هذه الورقة. هل تشكيل الحكومة بات قريبا أستاذ علي؟ حقيقة هناك مثل في لبنان: إذا ليس الاثنين الخميس. الخميس الماضي كان اللقاء الأخير لنجيب ميقاتي الرئيس المكلف مع رئيس الجمهورية ميشيل عون، وعندما خرج من القصر الجمهوري تحدث عن موعد يوم الاثنين القادم. هناك بورصة للأخبار بين تفاؤلية وتشاؤمية. نعم. أنا أعتقد بأن التشكيل الحكومة دونه انكسار أحد طرفي التشكيل، يعني رئيس الجمهورية متمسك بشروط يبدو أن حزب الله يقف خلفها، ورئيس الحكومة وضع له نادي رؤساء الحكومات الذي سماه رئيسا مكلفا، والطائفة السنية ككتلة نيابية. نعم. وضعت له أسقف وشروط، وبالتالي لا رئيس الحكومة يستطيع النزول تحت هذا السقف الذي دفع سعد الحريري إلى الاعتذار، ولا رئيس الجمهورية يستطيع أن يعطي للرئيس المكلف الحالي نجيب ميقاتي ما نعم. رفض إعطائه لسعد الحريري، فضلا عن أن ميشيل عون أساسا لا يريد سعد الحريري وعمل على تطفيشه ودفعه إلى الاعتذار هو وحزب الله بكل ما أوتوا من جهد وقوة. نعم. طيب، لعلك تلاحظ معنا انه في ضوء او في غضون تشكيل الحكومه وهذه المساعي لحلحله الازمه السياسيه الخانقه، تطرأ بعض التحقيقات والمعلومات الجديده فيما يتعلق بحريق وانفجار مرفأ بيروت، وهذه المعطيات لا شك انها مهمه ايضا، لكن هل لها علاقه بما يدور او بهذه الازمه السياسيه؟ بدون شك التجاذب على أشده فيما يتعلق بالتحقيق القضائي في ملف في تفجير مرفأ بيروت غير المسبوق في تاريخ المنطقة وليس فقط تاريخ لبنان، وهو الانفجار الثالث. كما نعلم جميعا نحن اليوم نعيش الذكرى السنوية، بعد 3 أيام تحل الذكرى السنوية الأولى لتفجير هذا المرفأ. لا يوجد أي تقدم حقيقي على مسار التحقيقات. الطبقة السياسية تحاول تجويف التحقيق والالتفاف عليه تزرعا بالحصانات حتى لا تمثل أمام القضاء، لكن رئيس الجمهورية بالأمس ولحراجة الموقف أعلن عن استعداده. نعم. لسماع إفادته من قبل المحقق العدلي إذا ما ارتأى ذلك، وأعتقد بأن هذا هو نتيجة الضغط الشعبي من جهة ونتيجة مبادرة بعض الكتل السياسية لإجراء تعديلات دستورية تسقط الحصانات عن جميع الناس بدون استثناء من رئيس الجمهورية ونزولا، وبالتالي هذا الضغط الذي أصبح في الشارع وفي الإعلام دفع رئيس الجمهورية لهذا الموقف، فضلا عن أن غالبية القطاعات الشعبية في لبنان ستقفل يوم 4 آب القادم وستشارك في إحياء ذكرى تفجير مرفأ بيروت. وبهذه المناسبة أعتقد بأن السلطة متخوفة جدا جدا من احتفال 4 آب ومن تداعياته على 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 الساحة الداخلية. نعم. لهذا نحن طيب اسمح لي سيد علي، يعني أشكرك على هذا الطرح، لكن أنت يعني دفعتني لسؤال مهم بصراحة. هل تعتقد بأن السلطة في لبنان تعمل حسابا للشارع؟ هل الشارع اللبناني جزء من حساباتها السياسية؟ لو كان كذلك لما طالت الأمور إلى هذا المدى. نحن نتكلم عن يعني عام مر على انفجار المرفأ دون أن تضمت جراحات الناس، وازدادت الأزمة الاقتصادية حدة، وكل هذه المعطيات التي تعرفها. إذا بدون شك أنت تعلم بأن الشعب اللبناني وقبل تفجير مرفأ بيروت خرج إلى الشارع وأعلن صحيح. كفره وبراءته من هذه الطغمة السياسية أو هذه العصابة أو منظومة الكابتاجون والمخدرات والسلاح والأمونيوم ومنظومة الفساد والإفساد. الشعب اللبناني كفر بهذه الطغمة السياسية وعبر بطريقة حضارية وبطريقة سلمية عن مطالبه
الجوهرية القاضية برحيل هذه الطبقة السياسية، لكن ما فعله الشعب اللبناني الآن في ظل فقدان الدواء والغذاء والكهرباء وأيضا الماء، هناك مشكلات حقيقية في مصادر المياه، وهناك كلام عن ملوثات نعم لبعض الينابيع، ولا كل هذه الأمور ستدفع الشعب إلى انفجار. لكن كيف ينفجر الشعب؟ ومتى هذا هو هل نعم نعم هذا الذي هل أحدث مطلوب الشعب. أن يدفع الشعب إلى اقتتال شكرا بيني؟ أنا أعتقد أعتقد يعني. بأنه لا بد من كسر حلقات هذا الاستعصاء بأي وسيرة كانت، بما أشكرك يحقق منعة الشعب إن اللبناني. شاء الله. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي اللبناني السيد علي شندب، كنت معنا عبر زوم من بيروت. شكرا.